طيب، في الحقيقة قصص الأمهات المثاليات يعني لن تتوقف، وإحنا في صباح الخير يا مصر بنحاول إن إحنا نسلط الضوء فقط على يعني مجموعة مش عاوز أقول قليلة جدا، لأن إحنا لو قعدنا اتكلمنا على الأمهات والتضحيات هنلاقي إن إحنا عندنا قصص لا حصر لها ولا تعد ولا تحصى زي ما بيقولوا، يعني لدور الأم في التربية، دور الأم في التضحية. لكن لسه بنكمل مع حضراتكم احتفالنا بعيد الأم، ومعانا على التليفون السيدة سميرة أحمد حسان، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية. صباح الخير يا أستاذة سميرة. صباح النور، صباح النور يا فندم. يعني بنبارك لحضرتك يعني اختيارك ضمن الأسماء المكرمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتضحيات حضرتك وجهود حضرتك، لكن عاوز أعرف استقبلت إزاي التكريم وقصة كفاح حضرتك إيه؟ هو اللي قدمت لي بنتي، الشكر ليها والشكر ليكم والفخامة الرئيس برضو اللي اختارنا. نعم. وقدمت لي هي، وبعدين اتفاجأت أنا، بتقول لي يا ماما أنا جايبة لك هدية لعيد الأم كبيرة. هي باين حد كلمها ولا حاجة، قال لها مامتك فازت ولا إيه، قالت له ألف مبروك، أنت بقيت الأم المثالية على محافظة سوهاج. أيوه. وبعدين قالت لي على المديرية، لا مش عارفة يعني، قالت لي. فأنا قلت لها مش معقول، وأنت كنت تسأليني سؤالات كده أهوت، ما خدتش بالي. وطبعا استقبلت الخبر ده بأكبر هنا وفرح ليا، وفرحتني بعد السنين الطويلة دي يعني. طبعا سنين طويلة من الكفاح والتعب والمجهود، والنهاردة يعني الدولة بتكرم حضرتك، واحنا بنقول لك كل سنة وانت طيبة، وألف مبروك التكريم. وانتوا طيبين، وانتوا طيبين يا حبيبتي. وموضوع انك يعني تربي أولاد لوحدك بعد وفاة زوجك شيء صعب وما هوش سهل، لكن الحقيقة أنه الستات المصريين دايما بيثبتوا أنهم قد المسؤولية وبيربوا وبيكبروا. يعني إحساسك إيه النهاردة بالتكريم، ومين اللي قدم لحضرتك في المسابقة؟ هو قصة كفاحي ولا مين اللي قدم لي؟ اللي حضرتك عايزة تقولي مين اللي قدم لك في المسابقة؟ قدمت لي بنتي ما مقيمة معايا، لأن جوزها برضه ما معهوش شغل، بيشتغل في الخليج يعني. فمقيمة معايا، فقدمت لي يعني على المسابقة دي. ورد فعل الناس في سوهاج ايه بقى حواليكي لما انت الاولى على سوهاج؟ والله ما والله كله يقول لي تستاهليها تستاهليها، الف مبروك، وبوستات على تليفون بنتي، لان انا معايا تليفون صغير يعني. فكلهم من ما التليفونات مش مبطله والله، وانا فرح كبير بيده يعني. بارك الله فيكم، وبارك الله في رئيسنا اللي اختارنا، واللي انا نفسي اشوفهم، هو والسيده حرم، والله نفسي اشوفهم والله. ان شاء الله يتحقق ده باذن الله. ربنا يبارك لنا فيهم ويحفظهم ويحفظ خطواتهم ان شاء الله. اللهم امين. احنا بنبارك لحضرتك وكل سنه وانت طيبه ودايما بخير، ودايما نموذج مشرف وقدوه لكل الامهات. السيده سميره احمد حسان، الام المثاليه الثانيه على المستوى الجمهوريه والاولى على سوهاج، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.